عملوا لينا شي حل هالحي هذا سامحين فيه نهائيا تماما ما كيفكروا شي مره. اخاي حنايا هنايا حنا مساكين هنايا ومور الساكنه يعني جينا عملنا محل تجاري هنايا صدق هاد الزبل هذا تكون يعني هذه واحد مده كان كيتقور غير شويه بشويه ومع ذلك يعني عندنا شكايه البلديه كيجيو لنا هنا كيقول لك حنا ما جبرناش الحل هذا الشيء هذا الساكنه كامله كتكب هنايا كانوا برامل كيعملوهم في الازقه هنايا صدق حيدوهم ما عرفتش واش على حساب الناس ديال الزبل كيجيهم صعيب يدخلوا جاتهم سهله هنا دابا الساكنه كامله كتكب هنا كيجيو هنايا كيهزوا هاد الزبل من هنا ملي كتجي الكاميون كتبلوكي هنايا كتبلوكي الترونسبوريز دابا جيتوا فواحد الساعه اللي هي خاويه هادشي هذا كامل راح عندنا هادشي هذا راه بحال اللي منقي دابا يعني تجي فواحد الساعه اخرى ما تقدرش توقف هنا البلوكاج ديال السيارات ولا وعاد الريحه دابا برد ما كاينش الريحه في الصيف راه كنضطروا نشدوا ما تقدر لا تبيع لا تشري هنايا وعاد كيتعطلوا موراه بزاف يقدر يبقى 4 ساعات حتى كتشوف دابا الجوج دابا تقريبا باقي ما كاين والو حتى كيتقور حتى كيوصل الزبل حتى هنايا هذه كامله وعاد شوف هذه المجاري اللي هنايا شوف كيفاش عامله ما مغطيه ما والو هذه كامله كتقرع كتطلق واحد الريحه اللي ما هي ما تقدر كليانات تجيني هنا كتقول لك كيفاش عايشين نتوما هنايا كليانات كتدخل عند داك المحل كتقول لك اخي العجب ديالكم كيفاش عايشين هنايا واش ما كتشكاوش واش كذا كنمشيو نتشكاو هاد الناس هما بيدهم كيقول لك نتوما عملوا معنا الحل كيفاش حنا نعملوا معكم الحل وانتم اللي شركه وانتم رئيس بلديه وانتم اللي حنا منتخب وانتخبناكم وكذا انتم اللي تشوفوا الحل كيقول لك اخي حنا ما جبرناش الحل هنايا من هنا كنطلبوا السيد الوالي هو اللي يقدر يتدخل في هذه القضيه هذه لان هاد الناس هادو ما بغاوش يعملوا معنا الحل كيقول لك حنا ما عندناش الحل. شكرا لاول منبر اعلامي اللي زارنا داخل هذا الحي المفقود اللي صراحه الله هو من اعرق الاحياء في بنديبان اللي هو قنطره بوربعات مربوط بهذه الاحياء ديال بوشتا بويار حي العشيري لان هاد الزبل كما كتشوفوه رجعنا هنايا كنمثلوا تقريبا واحد المطرح ديال النفايات داخل مدينه طنجه ما بقاتش غير يعني الزبل واحد الحي بوحديته لان كنشوفوا جميع الاحياء نظيفه الا الحي ديالنا تجمع فيه كل شيء كما كتشوفوا واش كاين شي حي اللي فيه 8 ديال البرامل وكل ساعتين دماكانه كتجي كاميونه يعني هذا ماشي تقصير من الشركه ديال الازبال وهذه ولكن هذا سوء التدبير كما كنشوفوا ان سوء التدبير اللي كاين هنايا ربما الا كانوا هاد البرامل مقسمين على الاحياء ربما غادي تكون على الاقل اقل يعني ضرر للساكنه وكما كتشوفوا التعبيد ديال الطريق حنايا منسيين كما كنشوفوا هذا المجلس البلدي اللي هو حالي ما عرفناش شنو التصورات ديالهم هادو الاحياء عريقه وعندها واحد التاريخ كبير وما كيلتفتوش ليه اما قنطره بوربعات راه هي يشهدوا لها التاريخ ومن الصغر ديالنا وحنا عايشين في هذه الحياه هذا ما شفناش ولو لابنه زادت ولو تبليط زاد ولو تعبيد طريق واحد انه وقع هنايا داخل ما عرفناش شنو الاشكاليه دهاد الحي هذا ومع العلم اننا نشدنا المجلس البلدي كجمعيات مدنيه وكفاعلين جمعويين الا اننا كنجبروا التقاعس وكيردونا بواحد بحال اللي غادي نقولوا بواحد الاجابات اللي لا تسمن ولا تغني من جوع ربما تماطل وكيسكتونا ولكن حنا في صدد اننا كنمثلوا هاد الساكنه كمجتمع مدني يعني كنعملوا الجهد الجاهد اننا نحاولوا نوصلوا ولو ابسط المسائل لان ما غنشوفوش غير الزبل الا دخلنا هنا داخل كنشوفوا ان كاين الظلام الحالي بالليل مصابيح معطله وهذا شني كيجمع واحد البلعه ديال الموبقات اولا المخدرات ثانيا الكريساج كنشوفوه يعني هنايا كيتفشى بواحد الطريقه اللي هي خطيره جدا بقينا شي كنقدروا نصردوا الاخوان ديالنا انهم يخرجوا في واحد الساعه اللي هي ماشي متاخره من الليل غير هي في حال 8 او 7 فكتجبر حالات ديال الكريساج هنايا خطيره وخطيره جدا مطالب ديالنا هي ماشي مطالب وهي في الضروره هي حقوق وواجبات ديال المواطن كمواطن باش يعيش واحد العيش كريم اما مطالب الا بغينا نقولوا مطالب راه غندخلوا في شي حاجه كبيره غنقولوا غير الحقوق والواجبات اللي كنستحقوها حنايا كساكنه ولهذا المطالب ديالنا هي ان يشوفوا بعين الاعتبار هاد الساكنه فين ساكنه يشوفوا في عين الاعتبار هاد الموبقات وهاد الضروره اللي كتدخل على الساكنه وهاد الامراض الا كنا كنعالجوا فيروس كورونا فهذا
اخطر من فيروس كورونا. الحمد لله فيروس كورونا ماشي كنتعايشوا معاه وكنجبروا الحلول، وان شاء الله البلاد ديالنا غادي تخلص منه في اقرب وقت، ولكن اذا بقينا هيدا بهذه الازمه هادو راه غنخلقوا مرض اخر، غنخلقوا وباء اخر من هاد الساكنه اللي كتشوفوا. وانا من هذا المنبر كنطالب كواحد من هاد الساكنه اللي خلقت وتربيت هنا وكفاعل جمعوي اللي عندنا جمعيات داخل هذا الحي هذا، انهم يشوفوا بعين الاعتبار، وهذا المجلس البلدي يشوفنا بعين الرحمه ويشوف ان هذا الحي هذا احق له الاولويه انه يتعبد له الطرقات ديالو، ان هاد الزبل تشوف الحلول ديالو، ولو غير حلول ترقيعيه ما كنطلبوش حتى شي حلول كبيره. الا شفتي هاد الدخله ديال الحي هذا راه تؤسف وراه تدمي القلب، ان واحد الدخله ديال واحد الحي كبير ما بقى تاكسي كيبغي يدخلنا، ما بغى تبغي تعرض غير على شي ضيف عندك كتحشم تقول له رانا ساكن في قنطره بوربعات، التاكسي كتقول له كيقول لك ما ندخلش يا اخي اللهم هذا منكر. الا جات غير كاميونه ديال النظافه هنايا كتغلق الشارع كامل. وكما قال السي عزيز راه جيتو في واحد الفتره اللي هي جميله جدا، اللي حنايا دابا كنشوفوها انها مزيونه. الا جيتو مع الخمسه د العشيه راه غادي تشوفوا واحد الحاله كارثيه. وكنشكركم اولا وقبل كل شيء، هذا هو اول منبر اعلامي اللي تدخل في الحي ديالنا، فعلى يدكم كنستبشروا خير ان شاء الله. وكنتمنوا ان هاد الناس ديال المجلس البلدي الله يجازيهم بخير اللي عطاوهم الناس الاصوات واللي تاقوا فيهم، وحنا على ابواب الانتخابات انهم يشوفوا الحل دهاد الزبل ودهاد التعبيد ديال الطرقات، حسن ما تتطور الامور لشي حاجه اللي هي كارثيه وما نقدروش اننا نعالجوها. راه حتى شي حاجه ما مضبوط، كل شيء عشوائي هنايا. كنتمنوا صاحب الجلاله انه يتدخل في هذه المسائل هذه، والسيد الوالي انه توصلوا حتى هو الرساله ديالنا ويوصل الصوت ديالنا لجميع المنابر الاعلاميه، باش ان شاء الله نعيشوا في واحد العيش اللي هو كريم، اللي كنا هذا ابسط الحقوق اللي كنطلبوا حنا كمواطنين كمجتمع مدني. وشكرا لكم، تبارك الله عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.